متظاهرو الحمزة أكدوا بأن قضاء الحمزة الشرقي يعاني من الإهمال والتهميش منذ عام 2003 ولغاية الآن، ولا يوجد في القضاء شارع صالح أو مدرسة جيدة بالإضافة إلى انعدام الخدمات فيه. أمهلوا الحكومة 3 أيام لإيجاد حل وإقالة المجلس المحلي. دعونا نتابع. رجع اليوم الاثنين ابناء مدينة الحمزة لتظاهرة سلمية للمطالبة بالحقوق المسلوبة. حقيقة مدينة الحمزة تعاني من تهميش منذ سنة 2003 حقيقة، وقد لا يعلم الجميع أنه طيلة 6 سنوات هي ميزانية 2005 و2006 و2007 و2008 و2009، هذه ميزانية الحمزة تنوخذ تنعطى لمدينة العفج. فإحنا اليوم من هذا المنبر ومن هذا المكان نطالب بفتح تحقيق، نريد نعرف هذه الميزانية وين راحت. مطالب عندنا نريدها تتنفذ، احنا مطيناهم مهلة، هاي صار 7 أيام وبعد 3 أيام، احنا نريد دن 3 أيام المحافظ مجلس بلدي مجلس محافظة، نريدهم يكملوننا دن 3 أيام ويقيلوننا ذولي. الحمزة منكوبة ومنهوبة حتى للمدارس، أطفالنا ما تمشي. هاي اليوم عززناها مظاهرة، والمظاهرة القادمة راح تصير أشد وأعنف وأقوى. نسمع المسؤول، إذا ما يسمع نسمعه، نقول له هاي مطالبنا، عليك غصبا عليك تسمعها شئت أم أبيت، الناس تريد حقوقها، وإذا ما تكون حقوقها الناس راح يفلت الوضع من 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 قضاء الحمزة كله. فرجاء رجاء رجاء ولو بدون رجاء انتبهوا لمدينة التراب مدينة الحمزة، وغير هذا الحكي ما نقوله. اليوم طلعنا وبعد الوضع يفلت من مدينة الحمزة، فاسمعوا اسمعوا الكلام اسمعوه، وغير هذا الكلام ما نقوله.